كتير مهم وكتير الصبايا بيسألوه، وخاصة طبعا استخدام الصابون الطبيعي وتقشير الوجه، الغذاء طبعا الليلي والترطيب الليلي للبشرة. اليوم رح نحكي كل هالأمور مع أخصائية البشرة وشيخ كار حرفة صناعة الصابون الطبيعي. أريج علي، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخيرات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخيرات. بالبداية خلينا نبلش بأهمية الصابون الطبيعي وأهمية غسل الوجه بالصابون الطبيعي كمان. تمام. هلا كل الصبايا بتفكر انه لازم انا اروح اجيب غسول من محلات الميك اب او من اي محل كرمال انا اغسل وجهي. دائما الغسولات السائله بتكون بتحتوي على الاس ال اس، وهذا الشيء بيكون صريح مكتوب بالمكونات خلف العلبه. الاس ال اس دائما بيعمل شيخوخه مبكره للبشره. الاس ال اس نفسه اللي موجود بالغسولات السائله نفسه موجود بسائل الجلي وبسائل قشط زيوت السيارات، فدائما نبتعد عن الغسولات اللي بتكون سائله اذا كنا حابين نمشي بالاتجاه الطبيعي. كمان نستخدم الصابون الطبيعي المصنوع من زيوت طبيعية، وخصوصا على البارد، لأنه لما بتنطبخ الزيوت على البارد ما بتفقد الخصائص تبعها، يعني بتضل كل الفوائد موجودة فيها. كمان أول شيء بتكوني عم تفيدي بشرتك بالزيت اللي بيناسب البشرة حسب بقى نوع بشرتك، بتاخدي الصابونة اللي بتناسبك المصنوعة من زيوت معينة وإضافات معينة. وكمان بنكون عم نخلص من العبوات البلاستيكية اللي هلأ يعني كل علبة بلاستيكية عم تكلف 450 سنة لحتى تتحلل بالطبيعة، فدائما الاتجاه لازم يكون على الشيء الطبيعي. هاي نصيحتي. وكمان الغسولات بتكون تحتوي على مواد حافظة، فنحن ما لنا مضطرين على هاي الاضافات الكيميائيه المضره ما دام في بديل طبيعي نحن لسه ما جربنا. اكيد. اريج، يعني نحن هلا جايين على طقس برود مثل ما بيقولوا، شهر 10 و11 دائما بيصحوا فيهم انه هن المناسبين لتقشير البشره. طبعا. والتخلص من سموم الصيف. طبعا. خلينا نحكي اليوم عن اهميه التقشير الليلي الطبيعي كمان. تمام. هلا انا اللي بيتابعني من زمان بيعرف انه على طول بنصح بالتقشير بشكل اسبوعي، لانه البشره مثل الارض لازم نحرسها ونقلبها على طول. هي جمله على طول بقولها. التقشير الكيميائي اللي بيكون على احماض كيميائيه معينه، ايه هذا ما بيصير يتاشر غير بالخريف او الشتاء. ليه؟ لانه ممنوع من عنباتا ينطلع بعده بالشمس. انا ما كثير بنصح بهذا التقشير لانه هو بياكل طبقه من طبقات البشره ما بتعود بترجع بتتعوض. اما التقشير الطبيعي اللي هو بيكون من مثلا الطين البركاني، بيكون من مكونات طبيعيه مثل الشوفان، مثل الطين الهندي البركاني، مثل حتى الترابة الحلبيه، مثل الفحم النشط، هدول كلهم امنين انك تقشريهم مرتين بالاسبوع وبعدها تطلعي بالشمس ما بياثر ابدا. هلا انا دائما مع الماسكات اللي بتكون بتحتوي على الفحم النشط. تمام. ليه؟ لانه الفحم النشط بيكون بيعمل ديتوكس للبشره، بيتغلغل لاعمق المسامات بالبشره وبيخلصها من سموم الميك اب ومن سموم الجو اللي بيكون كمان انه المعادن الثقيله الموجوده بالجو كلها بتكون بتقعد على بشرتنا وبتسكر المسام وبتعمل طبقات متراكمه. فانا بنصح بالماسكات اللي بتحتوي على الفحم النشط لانه كثير منيح بديتوكس البشره. ولما بنفرده على بشرتنا بنخليه فرضا 10 دقائق، بعدين لما بدنا نشيله من بالمنشفه، ويفضل الصبايا يدوروا على هدول المناشف اللي بيكونوا مثل الفرو موجودين ومتوفرين باماكن البيع، ونقشطه من على بشرتنا. كثير بيعمل يعني بيشيل الخلايا الميته، وبنفس الوقت بيعطي نضاره وبيحارب المسامات الواسعه بيصغرها، وكمان بيروح الديوان والحبوب. اكيد. خلينا نحكي عن دورك كشيخ كار في حاضنه الدمر الحرفيه، خلينا نحكي شو هو دورك. تمام. أنا أكيد إلي شرف كون بحاضنة دمر المركزية للحرف التراثية. هاي المشروع الأول من نوعه بالوطن العربي، مو بس على صعيد سوريا، الحاضنة الأولى بالوطن العربي. هو مشروع وطني وتنموي بيساهم، هدفه الأساسي هو تدريب العاطلين عن العمل أو الحابين أنه يتعلموا هاي الحرف اللي هي موجودة بهاي الحاضنة قبل ما تندثر. فنحن مندربهم للراغبين يعني بالتدريب، وكمان بنساهم
انشاء فرص عمل لهدول العالم العاطلين عن العمل، وكمان اكيد في دعم مطلق من الاستاذ ناجي الحدوي رئيس الاتحاد العام للحرفيين والاستاذ عصام الزيبق رئيس اتحاد دمشق لهذا الموضوع. ونحن عندنا مقاعد مجانيه لذوي الشهداء والجرحى ومصابين الحرب من الجيش العربي السوري طبعا، فاكيد هذا شيء كثير منيح بيامن لهم حرفه بايديهم يشتغلوا فيها وفرصه عمل يشتغلوا فيها ويامنوا لقمه عيش كريمه. وانا بتشرف كثير اني اكون من هذا الكادر التدريبي، وهلا للاسف بسبب كورونا تاخر الافتتاح، بس بسبب هي الجائحه اللي اجت على بلدنا، بس قريبا جدا راح يكون الافتتاح وبشكل تتابعي لكل قسم، بحيث انه نبلش بالتدريب بشكل رئيسي لحتى ان ندرب الطلاب أكيد. ومن بعدها افتتاح نظامي. هذه يمكن كثير خطوه هامه، خصوصا كمان مو بس بالحاله الاستثنائيه اللي عم نعيشها، الحاله الاقتصاديه اللي عم نعيشها هي تعتبر يعني مهنه، ومهنه صناعيه ممكن تسهم بصناعه كثير من الاشياء، وخاصه الصابون يعني هو صناعه عالميه ونحن عندنا القدره. خلينا نحكي يعني هفه ريحه الصابون اللي عندي انا، خلينا نحكي عن الانواع اللي جايبتي لنا اياها كمان. تمام. هلا الصابون اللي الابيض هذا هو صابون حليب الماعز، ايدي تلوثوا بالفحم. هذا صابون حليب الماعز مناسب كثير للبشره الجافه، كمان مناسب لتفتيح البشره خصوصي بعد هالصيفيه قديش ودينا، فمناسب كثير لتفتيح البشره ولغسيل الميك اب، بيعطي ترطيب بجنن، بيحتوي على زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، كلهم زيوت موجوده ببلدنا، يعني نحن اذا بنركز على الخيرات اللي موجوده والاعشاب اللي موجوده بجبالنا، يعني بينبهروا العالم اللي بتجي من اوروبا اللي بتشوف هذا الصابون وبتشوف الاعشاب المتوفره عندنا، يعني عم تطير عقلهم، وهذا الشيء نعمه الحمد لله نحن كاختصاصيين حاسين فيها. نتمنى انه العالم اللي ما بتعرف الفوائد اللي موجوده بهي الزيوت وبهي الاعشاب، نتمنى انه نلقي الضوء عليها خصوصا عن طريق حاضنه الدمر المركزيه، اكيد رح نلقي الضوء على كل هاي الحرف. اكيد كثير من الصبايا بيحتاروا شو الصابونه المناسبه لبشرتهم، اكيد في نوع بيناسب البشره الجافه، شي نوع العاديه، وشي كمان للبشره المختلطه. خلينا نحكي شو بتنصحي الصبايا اللي هلا بهالفتره عم بيعانوا مثلا من حبوب شباب ببشرتهم او كثير من مشاكل البشره، شو الصابونه المناسبه؟ تمام. في شغلتين اساسيات بعطيهم لاي حدا بيعاني من مشكله ببشرته او حتى ما بيعاني كاهتمام عادي. اول شيء هو الصابونه الطبيعيه اللي بتناسب بشرتها، فرضا اذا جافه بتاخذ حليب الماعز مع العسل، اذا دهنيه بتاخذ الطين البركاني، اذا فيها حبوب شباب بتاخذ الفحم النشط، الفحم الطبي النشط. بالاضافه بعد ما تغسل بالصابونه، واكيد ما بتطول بالرغوه على وجهها اكثر من 30 ثانيه، بتحط التونر البشره الطبيعي اللي هو اساسا امن لحتى الشرب وامن انه يفوت جوا العين، ما بيحتوي لا على مواد حافظه ولا على مواد عطريه، هو المقات المقطره من الاعشاب اللي هي كالتالي: حشيشه الليمون، الليمون جراس متوفره عندنا، كمان اللافندر، الخزامه، العطرايه بتروح التجاعيد، النارنج رائع لمحاربه الشيخوخه، كمان البابونج لتفتيح البشره وازاله الانتفاخات من العيون، والورده الدمشقيه اللي هي يعني اهم ورده وصلت صيت دمشق لكل الكره الارضيه، الجرام منها يعني باكثر من 50 دولار الجرام الواحد، عم ينباع ببلاد برا بهي الاسعار. فهذا التونر امن 100% ينحط على البشره وامن يجي بالعين، وفينا نحط منه قد ما بدنا بعد الصابونه. الصابونه يفضل تغسل الصبيه مرتين او ثلاثه باليوم حسب ما هي متعوده. اهم شيء كمان فيها تغسل المكياج فيها، يعني حتى بتشيل المكياج حتى المضاد للمي، بعدين بتبخبخ من هذا التونر. وكمان للجسم اكيد بنصح انه يعني ما في داعي نروح نجيب شاور جيل واسماء براندات عالميه، بينما نحن متوفر عندنا صابون الغار اللي معمول بزيت الجوز وكمان بقشر الجوز الاخضر. تمام. اللي هو من اهم المواد المتوفره بكثره عندنا بسوريا، بتعالج يعني بتلطف الاكزيما والصدفيه، رائع لعلاج الحبوب بالجسم ومشاكل الجسم كلها.
نعم يمكن كمان أريش خلينا نقول انه يمكن الشغلات الطبيعيه لا كمان مو كل العائلات مو كل الصبايا فيهم يشتروا يمكن هي الشغلات الغاليه، لا هي في شيء طبيعي طبعا وهي سعرها كثير احسن ما كمان يخبصوا لحالهم انه يجيبوا من هون شيء من هون شيء ويحطوا على وشهم. فانت اليوم دامجه هي القصص مع بعضها بما يتناسب مع كل بشره صحيح؟ اكيد طبعا، ما بنصح صبيه تروح لحالها تروح مثلا لعند اي عطار، مع احترامي لجميع العطارين اكيد كلياتهم عندهم خلفيه ثقافيه معينه، بس في مواد عم تنباع بجهل. سمعت كثير عالم بتحط مواد كثير مضره لمزيلات العرق اللي عم تنباع بالسوق او حتى بالبسطات، اللي هي مثلا بيحطوا لك راسب ابيض. تسالي شو هو الراسب الابيض؟ هو نوع من انواع الزئبق، هو زئبق، يعني تخيلوا انه عم يحطوا زئبق على مزيلات العرق اللي بتكون عم تنباع بالشارع. هاي يعني شيء مسرطن للغايه، ما بيصير الصبيه تروح لحالها تشوف اي شيء وتشتري، لازم تلجا دائما لاختصاصيين حسب الاشياء الطبيعيه. طبعا اكيد. شو بتنصحي كل الصبايا اللي عم يسمعوا كل يوم؟ هلا فتره تغيير جو، بنصح الصبايا على طول الغسيل بالصابون الطبيعي، انه يحطوا من التونر تبع المياه العطريه الطبيعيه اللي امن حتى للشرب، ما تروحي تشتري ماء ورد لونه زهري وفوسفوري واخضر من المحلات الميك اب على اساس انه هو ماء ورد، لا، الشيء الماء الورد الطبيعي لازم يكون مؤطر من النبات على الانينه. ثاني شيء دائما التغذيه بفيتامين سي ليلا مو بالنهار، فيتامين سي بيحفز الكولاجين بشكل فظيع، معمول من زيت البرتقان وكمان يعني حتى بامكانك تشميه. تفضلي. برتقان نظامي كثير حلوه. بيحفز هذا بالليل تحطه؟ تمام، هذا الصبيه بتحطه بس بالليل. تمام. بيحتوي على شمع العسل، بيحتوي على زيت اللوز. هلا ممكن يطالع لها زيوت ببشرتها؟ ابدا ما بيزيت البشره ابدا، لانه هو بيحتوي على الفيتامين سي اللي هو بالعكس بيصغر المسام وبيحارب التجاعيد وكثير بيحفز الترويه الدمويه بالبشره وما بزيت البشره ابدا. تمام، يعني انت هلا بتنصحي الصبيه الصابونه تونر واخر والتغذيه الليليه خصوصا هلا الليلية. واكيد بالنهار اكيد ترطيب نهاري، ما تروح بدون مرطب نهاري، ما تعرض بشرتها للشمس لفتره طويله، حلوه الشمس بس مو لفتره طويله. تمام. اي وهيك اكيد. نحن بنتشكرك يا أريج، ودائما هيك من خلال المنتجات اللي بتقدميها نقول الجمال ما بيكلف، الجمال من الطبيعه طبعاً. ما بيكلف كثير لكل الصبايا، ما في احلى من الطبيعه. اكيد. شكرا لك أريج. اهلا وسهلا فيكم. اكيد أريج، شكرا لك، شكرا لمعلوماتك وهي الروائح الحلوه اللي نشرتيها عنا هون بصباحنا لليوم. أهلا وسهلا. واكيد بتمنى لك التوفيق بحاضنه دمر الحرفيه، وبنشوفك بحلقات قادمه. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا.